هنبتدي لحظة خوف وهنبتدي بأول سؤال، بتخافي من الناس ولا بتخافي عليهم؟ الاثنين. الاثنين. بخاف من الناس اللي ممكن يجرحوني بكلمة يوجعوني بيها، وبخاف على الناس من لحظة غضب مني أنساق فيها وأوجع الناس اللي قدامي. بتسامحي ولا لا؟ بتسامحي ولا لا؟ أنا أكتر واحدة بتسامح. وأنا بصي برج العذراء أصل كل يوم بيحط نفسه قدام نفسه بالليل ويحاسب نفسه. أنا زعلت دعاء، هكلمك أقول لك دعاء، أنا النهاردة كنت نازلة معاكي وأنا آسفة. طيب ولو الناس هي اللي زعلتك وما حدش جه طيب بخاطرك برضو بتسامحيهم؟ لو بحبهم قوي هزعل قوي. لو ما بحبه، لو ما مش ما بحبهمش، لو ما يعني ليش شيء ولا ايه الحاجه اللي اتهزمتي فيها؟ قدام الموت. قدام الموت ما تقدرش ابدا تقولي ليه، واقع خلاص. فقدام الموت بسلم ان ده خلاص انتهى. اكتر حاجه ممكن تفرحك؟ دخلت روض عليا وهي بتقول لي اوما يعني جدتي انا عملت امتحان كده النهارده. ربنا يخليها لك. بحبها بموت فيها، بموت فيها. ربنا يخليها لك. ايه اكتر يوم خايفه يجي عليكي؟ عامله حسابه ان اصحى من النوم مش قادره اخش الحمام لوحدي. تخافي من المرض؟ خايفة من اني اتحوج، ان صحتي تتحوج، عارفة ازاي؟ عايزة انا بصحى من النوم الصبح بقول اللهم لك الحمد والشكر يا رب، مجرد انك قادرة تقومي تدخلي حمامك لوحدك من غير مساعدة حد، دي نعمة من ربنا. احمدي ربنا دايما عليها، احمدي عليه وانت صغيرة. لان الصغير دايما ما بيفكرش في ده، ده حقيقي، لكن ده جاي جاي. احمد ربنا عليه من دلوقتي. ايه الحلم اللي نفسك تحققيه؟ ان اشوف بنتي وحفيدتي وجوز بنتي وربه البيت اللي ماسكه بيتي ساميه. ساميه دي ليها فضل كبير عليا قوي قوي قوي، ماسكه بيتي. اشوفهم في اسعد حال، اشوفهم مش محوجين، مش محتاجين، وانهم مستورين، وان افضل الاخر لحظة في عمري واقفة على رجلي بشتغل.